مثل ما عودناكم بحلقات خاصة لنتعلم كيف نحضر وجبات بآخر لحظة، بحلقة اليوم حضرت أغراض عشوائية من المستودع. خلينا نشوف الشيف واختراعاته. شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. مفاجأة. هودي وين لقيتيهم كلهم؟ بالمستودع. كلهم عند المستودع؟ حلوين. شو رأيك؟ شو بدك اليوم؟ شو عبالك؟ ما بعرف، أنا هيك حاولت يعني صعب عليك. لا مش صعبين، المشكلة ما خلص يعني شو بيقولوا فقدت التاتش تاور، قبل كنت صعبين أكثر هلا، يا أنا صرت أسرع، يا أنت خلص فقدت التاتش تاوري، ما بعرف. لا أنا صرت مثلا حط هون غراض شوي وهونيك غراض، بس إذا جمعتهم بيطلعوا كثار يعني حرزانين. 100%. شو عنا؟ عنا تمر، عنا لحمة ناعمة، طحين، رز ملون، سودة دجاج، بيض، عنا بصل ومشروم، كاكاو، شوكولا، حمص، بارميزان، كريم تشيز، كريم. وهناك طيب. عنا خضار، خضرة. أوكي. أوكي سهلة. عنا تمر مع الكريم تشيز بروح مع بعضهم. أوكي. عنا طحين بروح مع اللحمه، هيك عم فكر صوت عالي شو فيني اعمل. طحين مع اللحمه؟ ايش بدك تعمل طحين مع اللحمه؟ خلص انت مشي معي، عم فكر براسي انه فيني احط اجمعهم، بس شو ما بعرف شو بعد. حنشوف. كاكاو مع الشوكولا، في حليب، اوكي. بيض، سودا دجاج، سودا دجاج شو عم فيها؟ طيب خلينا نبلش. يلا. هنعمل تحب السمبوسك؟ طيب السمبوسك. تعال نعمل سمبوسك. يلا. هلا حناخذ هالطحين. منيحة السمبوسك، طيبة يعني لكل وقت لكل شوي. صغار وكبار بحبوها. 100%. طيبة مثلا مثل مقبلات او حتى مثلا لبن وخيار. طيبة هي مقبلة بتضل، شو ما حطيتها حتى بعدها مقبلات. زيت، سكر شوي صغيرة. اوكي. ملح شوي صغيرة. مي. هلا حنخفقها مع بعض. عطور بالعجين بنزيد المي شوي شوي. اكيد طبعا كرمال نخلي العجينه تكون متجانسه ونتحكم فيها.